مع قدوم الليل تحتشد الجموع الغفيرة أمام الباب الخشبي الكبير لكنيسة الدير الرئيسية. البعض جاء للتبرك، والبعض جاء ليشكو همومه. الجميع جاءوا ليلتمسوا العون من الخالق. إنهم يعيشون الآن لحظات روحانية بعيدة عن صخب العالم وملذاته. في خشوع يفرضه المكان وعلى ضوء الشموع تبدأ صلوات التسبيحة الليلية، ومعها تبدأ رحلتنا. تستمر الصلوات في رسالة حب وشكر للخالق على عطاياه حتى ساعات الصباح الأولى، ومع الخيوط الأولى للفجر وأصوات الترانيم تتجول الأبصار في دروب الطير. هذه الصحراء صحراء سيناء، تلاقت على أرضها الأديان وتواصلت، واتخذ العباد والنساك من شقوقها وأغوارها مكاناً لتوحدهم وانعزالهم. على رمالها خطى الأنبياء، وفوق جبالها تسلم موسى لوحي الشريعة، وعبر دروبها مرت العائلة المقدسة، وعلى تلالها حملت الملائكة رفاة القديسة كاترين. ما زالت التباشير الأولى للصباح تتخللنا، وما زالت إشراقة كل يوم جديد من رحلة صعود يومية لدير سانت كاترين تبدأ باجتياز الجموع للطريق المؤدي للدير. وما أن يقتربوا حتى تعتريهم حالة من الشفافية الروحانية تنعكس عليهم من المكان الذي تجلى فيه الله لأنبيائه، ليصبح هذا المكان مقراً لجسد القديسة كاترين الطاهر.
الصاعدون أتوا من بلاد مختلفة، تنوعت انتماءاتهم، عقائدهم، آمنوا جميعاً بطهارة المكان الذي يضم بين جنباته آثاراً مقدسة، ليقف شاهداً على معجزات كثيرة جرت. يزداد المشاركون سمواً بالإنصات لصلوات وتراتيل الرهبان الذين يقدمون لحناً إلهياً يفيض بالتسامح والسلام والمحبة. تتدفق المشاعر مع تناغم المكان وهدوئه وعذوبة الطقوس في أنشودة من لحن واحد.
في النهاية يخرج الجميع طائفين متأملين عبقرية المكان الذي تحيطه الجبال من كل جانب. عندما يحين الوقت إيذاناً بانتهاء الرحلة، يعود الصاعدون بمشاعر وأحاسيس جديدة، وكأنهم ولدوا من جديد.